هي في حالات كما اللي رانا تعيش فيها الجزائر اليوم، سمعت هذا الحالة، من الطبيعي أنك تنسق مع إخوانك، تنسق مع المغرب، مع تونس، مع موريتانيا، مع ليبيا، مع النيجر. إيوا علاش لا؟ المشكل أنه العصابة اللي حاكمة في الجزائر عندها عقدة من المغرب، عندهم طايحة يقولوا بلي المغرب عندهم طائرات خماد النار، طائرات جوية، والجزائر ما عندهاش. شك على بالو الناس كاملة على بالها، الناس كاملة على بالها، سي با نو خلاص، دابا مكشوفة، ماشي عيب. هما جدوا وكدوا ويعرفوا كيفاش يشريوا الطيارات ويشريوا الصفقات، كان عندهم 12 زادوا 4 ولاو لهم 16، ومن قبل كانوا 8 ومن قبل كانوا 4، العام يزيد وراهم بأريحيه. تشعل النار من نوقف، ما نقولوش السنه نروح نحبسوا ارهابيين اللي وقفوا اللي داروا، ها المغاربه اللي يشعلوا النار، ها الماكري يشعل النار، ما فهم واحد 12 12 تنسق. اليوم قال لك وزير الداخلية اتصل بنظيره التونسي وقال له لازمنا ننسق في مكافحة النيران، لأنه تونس تاني عندها نيران شعلت في الجهة الحدودية مع الجزائر، شي نورمال تنسق معاهم. وتوانسة عندهم طيارة تاع اللي يطفي النار، عندهم طيارة تاع الجيش دايرة هليكوبتر حولوها، عارف كاش نورمال. العام اللي فات خوان في الجيش بعثوا لي قال لي ودي قادرين نحولوا لونتونوف الطائرة لإطفاء النيران، الان كيرسي سونتروف قادرين نحولوه ونطفوا به النار، سهل الحال. ولكن لا، ما يسمونهاش، الحكام ما يقبلوش. إذن دوك التنسيق راه يتم مع تونس مليح. اليوم تكلم هذا ولد الحرام، هذا ولد الحرام كبير مراد إبراهيم هذايا، سمعت عايد في التليفون نظيره التونسي كمال فكي و تكلم معاه وقالوا لازم نسقوا مليح بيناتنا و يعني نضافر جهودنا في مكافحة النيران في بعض المناطق في تونس واللي هي مجاورة للجزائر، سمعت. وانك باش تقدر باش ما تلحقكش الجزائر لازمك تروح تكافح في تونس، هذا ودونك تكلموا على امكانيات التعاون في ميدان مكافحة النيران، هذا مليح. وكوتي اللي عندهم صح اللي كيدير معاهم التعاون معاهم فيهم فايدة كبيرة، لأنهم عندهم الكندان، عندهم الطيارات لإخماد النيران. ما غيرش تونس، تونس عندهم طيارة مسكرة راح يمدوها لنا يطفوا بها هما، ماشي لأنك باش تجي تبقى تخرط عليا تقول لي راهو رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق على مستوى المديرية العامة للغابات راه يقول بلي طائرة إطفاء الحرائق طائرة بومباردي ساهمت إلى حد بعيد في إخماد الحرائق. بقى أقول لك باللي 6 طائرات كراوها من فئة بومباردي، هم اللي كريتو واللي شريتو واللي صنعتو ورهمنا برك، رانا ما شفناش من غير يكذبوا عليها. الشيء اللي نعرفو انه تبون حاول يشري طائرات خمدني وبالصورة نبينوها لكم.
والله يتبون حاول يشري يعني بنادم باش ما نظلموهش، صح نظلموهش، تبون حاول يشري طائرات إخماد النيران. كيفاش؟ درك نشوف بعد الفصل. الله أكبر، الله أكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.